لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا للزميل أيمن جادة، شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي قنوات بي ان سبورتس، مرحبا بكم هنا في افتتاح مباريات الجولة رقم 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. المتصدر رائز من مواجهة السد مع نادي مونتي، حدد الطرف الآخر في المباراة الدور نصف النهائي الذي سيواجه ساديو ماني. تغيير كامل اتجاه اللعب من ساديو ماني، لكن حارس المرمى بين عن طريق محمد صلاح الآن إلى ساديو ماني. غير في بطولة الدوري وأن ليفربول يمر بفترة، كرة بمحاولة خطيرة جدا، خطيرة الكرة الماضية مرت من أمام ديني، لا زالت مستمرة إلى ديولوفو، عادت المحلمة وصلت إلى فيرمينو، لم يأتي الاستلام بالشكل المطلوب. البرازيلي فيرمينو روبرتو في اللقطة الماضية، والكرة في 11 مرة من أصل 12، 24 مباراة في المجمل العام تأتي اليمنى، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في اللقطة الماضية. عرضية تيمس ميلنر، عرضية في منطقة الجزاء سهلة، لمسة إلى أندرسون، أمامية ملعوبة، محاولة الوصول إلى محمد صلاح، لكن أيضا طالت الكرة على محمد إلى حارس المرمى بينفوس. واليوم للموسم الخامس على التوالي، الكرة بمحاولة وصلت أمام ساديو ماني، ماني يبحث عن التقدم، يدخل إلى منطقة الجزاء محمد صلاح. الماضي في شباك واتفورد يبحث الآن، عرضية الكرة الماضية ملعوبة، لكن أيضا طالت وبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رافيلد مع واتفورد، كرة بمحاولة ملعوبة في منطقة الجزاء ساديو ماني، وبعدت الكرة الماضية، لمسة يد تأتي، لكن القرار من حكم المواجهة أندري مارينر بوجود لمسة. الفوز بلقب بطولة الدوري، كرة بمحاولة ملعوبة في الجهات اليمنى طالت على ديولوفو، تحول في الجهات اليسرى، ديولوفو يبحث عن التقدم مع الكسندر ارنولد بعيد تماما عما فعل وقدم في الموسم الماضي في تشكيلة فريق ليفربول. كرة بمحاولة تصل، لا تسديدة تأتي، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية، بغى يلعب الكرة العرضية، وصلت إلى روبرتو فيرمينو، لا زالت في منطقة الجزاء، تأتي تسديدة من هندرسون، علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية ملعب، ركلة مرة عن طريق القائد هندرسون. شوف الكرة والمرور بشكل مثالي جدا عند مين؟ ساديو ماني يسدد، أرضية تأتي من ميلر في منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد، تأتي الكرة بعد ذلك بتسديدة من اللاعب ساديو ماني إلى خارج أرضية الجزاء. محمد يبحث عن التقدم، ضغط يأتي، كرة بتسديدة، لكن مرت اللقطة الماضية، مرت على فينالدوم، هذه الكرة اللي لعبها محمد صلاح، هدف في غاية الروعة، وبالتالي لن يكون حاضر. كرة بمحاولة ملعوبة عرضية، ولها وصلت إلى محمد صلاح، يدخل محمد، يتوغل، يسقط في أرضية الميدان، وأندري مارينر يشير باستمرارية اللعب، لا وجود للخطأ، لا وجود لركلة في مواجهة المتصدر ليفربول، يبحث عن كرة الآن، لكن فيرجيل فان دايك في المكان المناسب يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى أو إلى رمية تماس، الانطلاقة من ماريابا عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن جو غوميز، روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء، الكرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى بين فوستا في مباراة برايتون هنا على أرضية ميدان. عموم الكرة المحاولة تصل عند حاضر، عموم الكرة المحاولة ملعوبة، خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة تأتي الآن، لكن إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة جدا المحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك إلى خارج يا محمد صلاح، صلاح الآن يدخل إلى منطقة الجزاء، صلاح يلعب كرة، حلال العقد ولكل مشكلة حل بأقدام صلاح، يسجل هدف التقدم، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها بأقدام صلاح فرجت بعد ضغط من واتفورد، يسجل مو صلاح يتقدم لمصلحة
انديات العربيه. كره عرضيه ملعوبه خطيره وصلت، لافات مستمره لا زالت قائمه. لا 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 لا، اسماعيل السار كان ممكن ان يسجل التعادل، لكن مره اخرى اليسون بيك واتفورد ويستمر معه من خلال منافسات الموسم الماضي 25 سنه. كره تصل بها محاوله اماميه الى ساديو ماني في الجانب المقابل. اليسون بيكر في حراسه مرمى ليفربول، فان دايك، جوميز، ارنولد في اليمين، وجيمس ميلر في الجهه اليسرى امامهم. خساره في بطولات الدوري. كره بمحاوله اماميه ملعوبه من سكان ايضا مدينه ليفربول. عموما كره بمحاوله في منطقه الجزاء خطيره جدا، لكن اليسون في المكان المناسب. صلاح الى من؟ بالكعب الى ماني، وبعدت عادت مره اخرى يسدد، لكن ليفربول عادت من جديد لشاكيري. عرضية راسيه، لا 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 لا. ساديو ماني في المكان المناسب، السنغالي يضرب الكرة في الشباك ويعلن عن ثاني الأهداف، ثاني أهداف في ليفربول بصناعة شاكيري وبرأسية تأتي من ساديو ماني في شباك بين فوستر. هذه المحاولة، هذه الرأسية، هذه الكرة راحت عادت من جديد. كرة أوهو يا أليسون بيكر، أليسون بيكر في اللحظة التي كنا نشاهد فيها ردة فعل يورجن كلوب وجماهير. محاولة من تولوفو أمامية، لكن هذه الكيفية بهذه الطريقة بهذا المعدل ممكن أن يصل إلى أرقام يورجن كلوب. كرة المحاولة ملعوبة الآن في الجهة اليسرى، انطلاق إسماعيل أسار يسقط في أرضية ملعب حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب. بعد القدم أمام ليستر سيتي، كرة تصل إلى روبرتو فيرمينو، فيرمينو يسدد، لكن بين فوستر في المكان المناسب يتصدى لمحاولة عادت مرة أخرى وصلت إلى صلاح، سدد صلاح إلى خارج أرضية ملعب ركلة مرمى كرة محمد صلاح، ركلة مرمى، الكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى محمد صلاح، مصالة من جديد. كاباسيلي في الجهة اليسرى، عرضياته، كراته، محاولة كاباسيلي، الله يا كاباسيلي، لكن طالت عاد مرة أخرى فوستر. الجهة اليمنى عرضية تأتي الآن من ألكسندر أرنولد، عادت بعد ذلك بتسديدة من هندرسون. عاد 179 مباراة، هذه الأرقام لفريق واتفورد. كرة لمصلحة ليفربول، عرضية، لكن أيضا أرنولد، كرة محاولة إلى روبرتو فيرمينو، فيرمينو يسدد، سهل عند حارس مرمى فوستر. أرنولد، محمد صلاح، فيرمينو، جيمس ميلنر إلى محمد صلاح، صلاح يبحث عن من؟ هذه المواجهة أندري غراي. إعادة الكرة من جديد لمصلحة تشامبرلين، عرضية تأتي لكن إلى خارج أرضية. خارج أرضية الملعب في التوقيت المناسب ماريابا خلص الكرة. بعيد عن طريق محمد صلاح، كرة بمحاولة عرضية داخل منطقته، سريعة لمصلحة واتفورد، التقدم يأتي، جو جوميز يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تصل كرة ملعوبة أمامية، لكن أيضا أوهو فان دايك في لقطة حتى أنا طبيعي، أمر مثل هذا ما يأتي من أفضل يبحث عن من يلعب الكرة الأرضية الماضية خطيرة وصلت إلى أوريجي صلاح. لا 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 يبحث عن السهل، هو يسجل الصعب، دائما يسجل الصعب. مو صلاح يسجل ثاني أهداف الشخصية والهدف رقم 9 في هذا الموسم معادلا رقم ساديو ماني. يثق ليفربول عادت من جديد لشاكيري، عرضية راسية، لا 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 لا. ساديو ماني في المكان المناسب، السنغالي يضرب الكرة في الشباك ويعلن عن ثاني الأهداف، ثاني أهداف في ليفربول بصناعة شاكيري وبرأسية تأتي من ساديو ماني في شباك بين فوستر. هذه المحاولة، هذه الرأسية، هذه الكرة سريعة لمصلحة واتفورد، التقدم يأتي، جو جوميز يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تصل كرة ملعوبة أمامية، لكن أيضا أوهو فان دايك في اللقطة حتى أنا خدعني.